بدي بخدمة المواطنين للموقف الجديد. هي تعتبر حاجة رمزية. نص جنيه بس. بسات هي خدمة مميزة، وطبعا دي حاجة خاصة للركاب. وبالنسبة للتذكرة تعتبر مفيش، لأن التذكرة النهاردة باتنين جنيه، فاحنا عاملين حاجه رمزيه بنص جنيه. فالنهارده نص جنيه، نص جنيه ده مش فلوس. والمقصود من الخدمه المجانيه ان مش ببلاش، لا، انها حاجه رمزيه لحضرتك. العربيه بتكلف سولر، حط لها زيت، قطع غيار، السواق بياخد من ورا التذكره، والمحصل بياخد من ورا التذكره. طبعا الكلام ده احنا عاملين خدمه مستديمه. العربيه الميكروباص بتاخد الراكب من هنا للموقف الجديد ب2 جنيه، التوك توك بياخده ب5 جنيه. فالنهارده بالنسبه للهيئه، الهيئه بصراحه مدعمه الموقف. بالنسبه للجمهور، التكاثر بين العربيات كل 5 دقائق أو 7 دقائق بيبقى فيه عربيه، بمعنى ان المرتبطين احنا بخدمه المترو. اي راكب بينزل من المترو بيلاقي المحط الوسيله اللي هي تنقله للموقف الجديد.